مثلها اليوم قبل 46 عام بنفس المكان. قام صاحب الجلال الملك حسين طيب الله ثراه بيوم عيد ميلاده بافتتاح مركز هيا الثقافي بالتحديد ب 14/11/1976 بحضور المخبور لها الملكة علياء. قلبها معلق بالفن والفروسية، طفل مميزة بتشبه أميرات القصص. احنا قلنا قصة حلوة كتير مع مركز هيا. بالعام 1976 جلالة الملك حسين الله يرحمه كان عنده رؤية انه يعمل مساحة للأطفال، قرية ثقافية تستضيف كل الأطفال من كل محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. وافتتح في العام 76 بحضور جلالة الملكة علياء الله يرحمها وحضور سمو الأميرة هيا، كانت طفلة في ذلك الزمان، وسمي المركز على اسمها. وبدأ بعدة أنشطة ترسخ مفاهيم عند الأطفال، كيفية اللعب والتعلم من خلال اللعب باستخدام مهارات فنية اللي هي الآن احنا بنحتاجها واللي عم بيحكي عنها العالم، مهارات القرن 21 اللي بتعززها عند الطفل منذ بداية نشأته. وكبر المركز وتعددت أنشطته، وإحنا اليوم بهاي المناسبة تم إنجاز قطار انعمل بأيدي فريق مركز هيا الثقافي متعدد الألوان. فكرته أنه يتجول في مرافق المركز بشكل دائم ويعرف الأطفال والعائلات على أكاديميات اللي بتقدمها مركز هيا الثقافي. من نحكي عن اليوم عن النشاطات والفعاليات والفنون الذي كانت دائما هي مسيرة مركز هيا. وطبعا مين منا ما بتذكر يعني او بيستذكر معنا انه كان منذ طفولته له ذكرى في هذا المكان الجميل. طبعا بنحب دائما نأكد التزامنا على تحقيق رؤية ورسالة سمو الأميرة هيا الثقافي على الله يطول بعمرها، على تأكيد ووصول الفعاليات والنشاطات إلى جميع أطفال الأردن، وهذا هدفنا طبعا جميعا. هذا القطار هو كان عبارة عن بالبداية كان فكرة، والحمد لله رب العالمين قدرت أنا وزميلي المهندس ضياء السرحان أنه نقوم على تكملة هذا المشروع، والحمد لله زي ما أنتم شايفين، والحمد لله رب العالمين. يعني إحنا كان الهدف منه للأطفال بيلف هو يعني بيعرف الأطفال على جميع مرافق المركز، من أكاديميات الفنون، أكاديميات الموسيقى، القبة الفلكية، المسرح، مدرسة تعليم الطهي، المكتبة، نأخذهم جولة بنعرفهم عليه. طبعا القطار كان هو عبارة عن رافعة متعطلة وعملنا على صيانتها، وباقي الشغل كله اشتغلناه هون طبعا مشغلنا مركز هيا الثقافي. قمنا أنا وزميلي مصطفى الحياري على تصميم القطار. بداية كان هو عبارة عن فكرة وحبينا ننميها قطار هيئناه كامل على نظام السلام العامة، موجود جواته أحزمة أمان محطوط على حواليه زي نظام حماية عشان الشبابيك، بتقدر تحكي كمان موجود جواته زي كاميرات مراقبة للأطفال حتى نتأكد أنه كل قاعد من مكانه أو ما حدا طلع بطريقة غير سليمة في القطار. مهيأ كمان القطار بنظام بريك هيدروليك حتى يكون إيقاف ذاتي إذا بحال حصل أي خلل أو أي شيء موجود جوا القطار. بنقدر نحكي أنه القطار كان هو عبارة عن مميز بالنسبة لأي مركز ثقافي، وهو الأول من نوعه من هذا الحدث أنه يكون في قطار موجود في مركز ثقافي، وحبينا يكون إشي بارز موجود بمركز هيا الثقافي. ملك هي حلوة الجولة، وشفنا مركز هيا كله وانبسطنا. آدم حلو، كتير حلو كتير، وشفنا يعني كل الأماكن الحلوة هنا. فرح، انبسطت كتير، والمركز لما شفناه كان حلو.